بضعة آلاف قضوا على أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ، جيش الخلفاء الراشدين، الجنود من الصحابة والتابعين، والقادة من المبشرين بالجنة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا الفئة القليلة التي غلبت الفئة الكثيرة بإذن الله. جيش الخلفاء الراشدين، عدده وتعداده وفيالقه وشروط الانضمام إليه، هذا ما تشاهدونه في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كان عمر بن الخطاب أول من التفت للجيش وعمل على تنظيمه كمؤسسة للدولة الإسلامية، حيث قام بتسجيل الجنود والتقسيم وتحديد رواتبهم، وذلك بحسب مدة الخدمة والرتبة والمميزات التي يتمتعون بها. كانت المرتبات تدفع نقدا بشكل مباشر للجنود، على عكس ما كان معمولا به في جيوش تلك الفترة، حيث كان يدفع للجيش إما أراض زراعية أو يأخذ أموالهم من تحصيل ضرائب الناس. وكان يمنح الجنود في جيش الخلفاء إجازات بشكل منتظم، وكانت هناك تعليمات صارمة للجنود بضرورة حفظ معداتهم الشخصية. وكانت التعليمات تشمل تدريب الجنود على ركوب الخيل والرماية والمشي حفاة والسباحة، وتم تزويد الفيالق العسكرية بالمحاسبين والقضاة والأطباء. وكانت هناك بعثات عسكرية موسمية ترسل وفقا لظروف المناخ والبيئة. شروط الانضمام إلى الجيش: مسلم ولديه القدرة على القتال وحمل السلاح. لم يكن يحتاج الشخص لأكثر من هذه الشروط للانضمام لجيش المسلمين في بدايته. حتى النساء كان يسمح لهن بالانضمام للجيش، ولكن كان عملهن يقتصر على خدمة الجنود أو التمريض، ويمكن لهن حمل السلاح إذا أردن ذلك. قفز عدد جيش الخلفاء الراشدين بسرعة قياسية، وأصبح بفترة قصيرة واحداً من أقوى جيوش ذلك العصر. وصل تعداد جيش المسلمين آنذاك إلى أكثر من 100,000 جندي، بعد أن كان بحدود 13,000. ويعد كل من خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما أبرز قادة الفتح الإسلامي، حيث قادوا الجيوش لفتح العراق وبلاد الشام ومصر. في البداية اقتصر الجيش الإسلامي على انضمام العرب المسلمين إليه، لكن بعد فتح العراق والإمبراطورية الفارسية انضم نخبة من الجنود الفرس من الذين اعتنقوا الإسلام جديدا إلى هذا الجيش. وبعد دخول الإسلام إلى الشام، شهد الجيش الإسلامي دخول عنصر جديد إليه، وهم اليونانيون والبيزنطيون. ثم شهد الجيش انضمام كل من الأقباط في مصر والأمازيغ في شمال إفريقيا. فيالق الجيش: الفرسان. العمود الفقري للجيوش الإسلامية الأولى كان لهم دور مهم في فتح الأراضي الجديدة وتوسيع الدولة الإسلامية، وكانوا يشكلون الطليعة في المعارك. وكانت مهمتهم الرئيسة هي التقدم إلى الأمام وكسر خطوط العدو وخلق ثغرات في صفوفهم. تشمل مهامهم أيضاً الهجوم المباشر على العدو، وكذلك الاستطلاع والمراقبة لرصد نقاط الضعف في تشكيلة العدو، إضافة إلى مطاردة الهاربين بعد المعارك وقطع خطوط الإمداد والتموين لهم. كان الفرسان يتمتعون بمهارات عسكرية عالية وتكتيكات متطورة، وكانوا يتدربون باستمرار على التحركات السريعة والهجمات المفاجئة. كان الفرسان مسلحين بحربة طويلة وسيف، وكانوا يستخدمون السيوف العربية القصيرة والسيوف الفارسية الطويلة، كما كانوا يحملون كلا السلاحين في الوقت نفسه، مما كان يمنحهم مرونة وتنوعا في المهام الميدانية. المشاة: المكون الأكبر في الجيش الإسلامي. بعد قيام الفرسان بتشتيت العدو وفتح الطريق، تأتي مهمة المشاة الذين يقومون بمهاجمة الجيش المعادي بالسيوف والرماح والأسلحة الخفيفة. كانوا يحملون الأسلحة الخفيفة من أجل التنقل بسهولة وبخفة على الأقدام. كما لعب المشاة دورا استراتيجيا في تنفيذ الخطط العسكرية واحتلال المواقع الاستراتيجية وحفظ الأمن في المناطق المسيطر عليها.
كانت مهمة المشاة أيضا تكمن في تحطيم الروح المعنوية للعدو من خلال الهجمات المتكررة والمبارزات القريبة التي تتسبب في الهلع والفوضى ضمن صفوف العدو. النشابون فرق مستقلة من الرماة المدربين تدريبا عاليا، كانت مهمتهم الرئيسة هي استخدام مهاراتهم في الرماية لإلحاق أكبر الخسائر بصفوف العدو وتأمين التغطية للجيوش الإسلامية. كان يتم استخدام النشابين بشكل خاص في الحروب الحضرية والمعارك القتالية في الأماكن المغلقة، حيث كانت مهارتهم في الرماية تسهم في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف العدو. العيون كانت مهمة العيون الأساسية هي استطلاع تحركات العدو وتقديم التقارير المفصلة عن مواقعهم وقوتهم وتحركاتهم. كانت العيون تقوم بجمع المعلومات الحيوية للجيش مثل مواقع النقاط الضعيفة في تشكيلة العدو وخططهم الاستراتيجية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية الحيوية. كان يتوقع من العيون تقديم التقارير الدقيقة والمفصلة إلى القادة العسكريين، وذلك لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة. الأسلحة معظم الأسلحة التي قاتل بها المسلمون أعداءهم جاءت من مصدرين أساسيين، الأول هو التصنيع المحلي أو من الهند بشكل مباشر، والمصدر الثاني هو من الغنائم التي حصلوا عليها من هزائم جيوش الفرس والروم. وتألف عتاد الجيش الإسلامي آنذاك من عدة أمور رئيسة أبرزها الخوذ. في البداية استخدم المسلمون الخوذ الفضية التي كانت تستخدم في الدولة الساسانية، فيما بعد انتقل المسلمون إلى استخدام الخوذة البيزنطية أو خوذة شبيهة بها، وهي خوذة فضية تشبه البيضة وتوفر الحماية للوجه والعنق. أما الدرع فقد كان من الجلد المتصلب وكان يصنع بشكل رئيسي في اليمن والعراق. وبعد إلحاق الهزائم بالفرس والروم انتقل المسلمون لاستخدام الدرع السلسلي، وكان جنود المشاة يرتدون درعين في الغالب، واحد قصير والآخر طويل، وذلك لأنهم كانوا على خط المواجهة. أما بالنسبة للرماح فقد كانت محلية الصنع، استخدم في صناعتها القصب من ساحل الخليج، وكان هناك نوعين من الرماح، رماح الفرسان والتي يصل طولها إلى أكثر من 5 أمتار، ورماح المشاة التي لا يتجاوز طولها 1.5 متر. أما السيوف فقد كانت السلاح الرئيس في الحروب، وكان للعرب باع طويل في هذه الصناعة فأتقنوها وأجادوا استخدامها. واستخدم الجيش الإسلامي نوعين من السيوف، الأول هو سيف المشاة القصير وكان يصنع في اليمن باستخدام الفولاذ الهندي، وأما النوع الثاني فهو السيوف الفارسية الطويلة. وأخيرا فهناك الأقواس والمنجنيقات، الأول كان يصنع في شبه الجزيرة العربية، والثاني كان يستخدم في الحصار لتقويض القلاع المحصنة. كانت هذه أبرز الأسلحة التي قاتل فيها جيش الخلفاء الراشدين، وبهذه الأسلحة وبهذا العدد القليل تمكنوا من هزيمة مئات الآلاف وكسر هيبة أقوى إمبراطوريتين في العصر القديم، فارس والروم.